انه اختطفوا وحبسوا في احد الامكنه لمده اسبوع تقريبا، وتناوب الضرب عليه وقطعوا له صوابعه، وبعدين القوا به من الدور الرابع او الخامس. ما زالت التحقيقات في النيابه العامه، تم احاله الموضوع للطب الشرعي، وما زال الى الان الطب الشرعي لم ينتهي الى كتابه التقرير النهائي اللي بيكشف عن اسباب الوفاه. هل فعلا كان قتل بالقائه من الدور الرابع، ولا زي ما بعض الناس قالوا او احد الشهود اللي موجودين في القضيه اللي قال ان هو نط وانتحر؟ التضارب ما بين اقوال الشهود كمان خلى في يعني مشكله، هي اللي ادت الى النيابه العامه تلجا للطب الشرعي، لان احد الشهود قال انه كان بيصرخ الحقوني، واحد الشهود قال انه نط من فوق وانتحر. وازاي يبقى هو بيقول الحقوني وهو اللي انتحر؟ نحن على يقين ان قضاءنا عادل، نرجو من القانون الوقوف بجانب هذه الاسره. كانت معكم لطيفه دمر، قضايا واحده. ورجعنا لكم بعد التقرير، وزي ما شفنا، بس قبل ما نتكلم في تفاصيل القضيه احب ارحب بضيفتي اللي منوراني في الاستوديو، دكتوره ميرفت رجب صيام، استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري والتربوي. اهلا وسهلا دكتوره، منورانا. اهلا بحضرتك استاذ مصطفى. اهلا بحضرتك دكتوره. زي ما شفت معانا في التقرير، ايه راي، عايز يعني باختصار تقول لنا ايه رايك في مضمون التقرير والقضيه زي ما انت شفت كده باختصار، تقول لنا ايه الموضوع من وجهه نظر حضرتك؟ هو أنا شايفة إن الموضوع غريب شوية، يعني أحداثه غريبة، وأكيد في عوامل تانية موجودة ممكن ما تكونش ملمين بيها بالقضية، بس إن هو يتطور الموضوع لقتل أو انتحار، فالقتل انتشر فعلا بصورة كبيرة جدا. يعني الموضوع ده كتر اليومين دول كتير فعلا، موضوع القتل يعني والكلام ده كله، بس إنها توصل إن في واحد عشان اتأخر على قسط توك توك، زي ما ناس بيقول إحنا لسه ما وصلناش إن هو ده فعلا القاتل، بس دي حاجة إحنا واثقين منها إن القضاء المصري ما فيش غبار عليه. اكيد طبعا، أكيد. اكيد، بس احنا بنتكلم ان هي لو فعلا هو القاتل، ازاي ان الموضوع يبقى عشان قسط توك توك او اتاخر يعذبه، زي ما سمعنا من المحامي الخاص بالمجني عليه ان هو يختطف لمده اسبوع ويقطعوا صوابعه وينتهي الامر ان هو يرميه من البلكونه من الدور الرابع، عشان ايه؟ عشان قسط توك توك. الموضوع، موضوع القتل عامة، هو يعني القتل دي أول جريمة ارتكبت في العالم، هي كان قابيل وهابيل، يعني كانت موجودة إذا من أول بداية الخلق، لكن هي فعلا انتشرت بصورة كبيرة جدا، ويمكن ده وراه دوافع كثيرة جدا. يعني بعض علماء النفس أشاروا إن مثلا ممكن يكون وراها دوافع كثيرة، زي مثلا الدوافع مثلا الدفاع عن الشرف او الدفاع عن العرض او المال او الاحتياجات النفسيه او الدوافع البيولوجيه. يعني مثلا الدوافع البيولوجيه، الانسان مثلا احيانا بيكون محتاج لحاجات كثيره، الاكل، الشرب، الدوافع كتير، بس ايه هي الدوافع النفسيه اللي تخلي القاتل يوصل كده؟ بص حضرتك، الدافع النفسي اللي ممكن الانسان يوصل ليه الحاجه دي احيانا بيكون بسبب ان هو شعور بالدنيه، او ان هو شاعر بعدم قيمته الذاتيه، فبيبتدي يشعر ان هو يحتاج يعوض ده او يعوض القلق اللي عنده، فيبتدي يفكر في الانتقام، يفكر في ان هو يثبت وجوده، يفكر في ان هو يثبت ذاته. في دوافع كثيره جدا ورا جرائم الاكل لو احنا عديناها، يعني مثلا حضرتك زي الدوافع الاقتصاديه او البيولوجيه، احتياج للطعام، للاكل، للشرب، الخوف، الرعب، المخاوف المضاعفه، الحقد، الاحقاد، الكراهيه، الحسد، كل دي حاجات كلها ممكن تقع تحت الدوافع النفسيه او الدوافع للقتل. ومنها الدوافع الاجتماعيه، يعني مثلا الانسان على حسب البيئه والتربيه اللي اترباها، ده كل ده بيرجع في الاخر مع الوقت بيكون ليه تاثير كبير جدا في اتخاذه قرار القتل. ومش كل اللي بيقتل بيكون بيقتل متعمد، يعني في ناس كثيره بتقتل اكل غير عمده، ده طبعا بيبقى واقع تحت ضغط الغضب الشديد جدا او تحت ضغط في فقد الوعي، ويمكن بعد ما يخلص الجريمه ينتبه ان هو ازاي هو عمل كده، مش عارف يعني ازاي هو وصل ده اللي هو العوامل النفسيه. طيب هل التربيه حضرتك تقصد ان ممكن للتربيه يكون عامل اساسي في موضوع القتل؟ اكيد طبعا، التربيه والبيئه. انا بربي ابني وبنشئه على المخاوف من الله عز وجل، حب الله، ان هو يتقي الله في كل امور، وبعلمه ازاي دين، وبعلمه ازاي الاخلاقيات. لو افتقد الطفل التربيه السليمه والتربيه الايجابيه المترصعه بالحب الله وخوف الله وبالاخلاق الحميده، بالطبع انا بنشئ من الصغر طفل مهيئ لان هو يعمل اي شيء اجرامي حتى لو كان غير القتل. يعني فمهم جدا جدا ان انا اكون حسنه للتربيه لابني من الصغر، مهم جدا ان انا ازرع فيه الاخلاق الحميده، مهم جدا ان انا اعلمه يعني ايه حب الناس، يعني ايه حب الخير، مهم جدا. في بعض الناس كمان بتصاب بامراض زي امراض القلوب،
اللي هي الحقد والكراهيه وانها تنظر لغيرها، انا ليه عندي وليه ما ده مش عنده، بتبص لايد غيرها، ما فيش رضا، فبالتالي هي بتنقل الصفات دي لاولادها بدون وعي منها. يعني انا لما ده اساسي، ده كتير بقى من دول، لان في ناس كتير بقت تحقد على غيرها لانه شافت في الوقت اللي احنا فيه محتاجين او الظروف الماديه مأثره عليهم. باختصار ان الموضوع ان هو برضو طول ما هو بعيد عن ربنا، وان التربيه سوء التربيه او البيئه اللي نشأ فيها دي برضو اساس مهم جدا في انه يوصل الموضوع ان هو توصل الطفل لما يكبر الى جاني او قاتل زي ما بنقول. ايوه ممكن كمان انا يعني بيكون في بعض سمات الاطفال بتكون موجوده، فالاهالي المفروض انها تاخد بالها. يعني مثلا عدوانيه، بعض الطفل بيكون بيحب يأذي يدمر يكسر، فانا لازم انتبه لو ابني عنده الميول دي ان انا لازم اهذبها، ولازم ابتدي اساعده ان هو يكون شخص طبيعي. لو انا سبته يكسر، في بعض الاهالي بتبقى فرحانه بان الاولاد بتعمل كده وبتسيبهم يزودوا الموضوع، فبيكبر طفل معادي للمجتمع. فبربي طيب انا يعني تمام يا دكتوره. طيب دلوقتي انا اقدر ازاي اعرف ان هو الطفل ده عدواني؟ الاهل طبعا بيبقوا فرحانين باولادهم والكلام ده كله، طب يعرفوا ازاي ان هو مثلا بدا يمشي في طريق مش صحيح، او الطفل ده فيه حاجه غلط او في سلوكه شيء عدواني؟ يقدروا يكتشفوا الموضوع ده ازاي، او يبداوا ايه العلامات اللي تبان على الطفل ان هو يبداوا يجروا في الموضوع ده، او يعالجوها ازاي؟ هو طبيعي الطفل هو صغير ما بيعرفش حاجه، فممكن يكسر ويعمل، لكن لما يبتدي يكبر شويه ومعاه نفس العاده ونفس السلوك، وانا مش بهذبه ومش بوجهه ومش بقول له غير، وبدا يتغير، لا وبدا يزيد في الموضوع اكتر ويتمادى في الموضوع اكتر ويبتدي يؤذي اللي حوالين منه، بيتصرف تصرفات فيها اذى للموجودين حوالين منه، حتى ممكن والده ووالدته، فبالتالي انا لازم انتبه لان في مشكله، وابتدي اوجه اشوف اختصاصي مثلا يساعدني في تعديل سلوكه، او ابتدي انا اوجهه بصوره ايجابيه، وابتدي اوجهه للرياضه، اوجهه يطلع طاقته في حاجات تانية، اوجهه للعبادات، ابتدي اعلمه ازاي يصلي، ازاي يقرب من ربنا، ازاي يفهمه الصح من الغلط، الحلال من الحرام، بالتالي انا هساعده ان هو احد من المشكله دي. فمع الوقت اول ما يكبر ولاقي ان الموضوع بيقل يبقى انا خلاص كده هو فعلا بيتوجه، لكن شايفه الموضوع بيزيد يبقى هنا محتاج تدخل من اخصائي. طيب جريمه النهارده زي ما حضرتك شفت معانا في التقرير ان هو خطفه واحتجزه لمده اسبوع، وتقريبا ما كانش لوحده، هو بيعذبه وبالضرب وقطع صوابعه، وفي الاخر قام بالقاء من البلكونه من الدور الرابع. ده ممكن يكون مريض نفسي، او ده ليه تاثير، او في ممكن تكون عنده مشكله نفسيه انه يخليه يعمل حاجه زي دي، ولا ده كله بدافع الفلوس؟ هو حضرتك يعني جزئيه ان هو بدا يؤذي او يقطع صوابعه او يؤذيه او يعمل حاجه زي كده، ده فيه سمات للشخصيه السيكوباتيه شويه. يعني الشخصيه دي انا طبعا مش قادره احكم على الموضوع لان انا مش ما قعدتش معاه او شفته يعني، لكن انا بتكلم بصفه عامه. الشخصيه السيكوباتيه دي نوع من انواع الاضطرابات، لا هي تخصص يعني لا مرض نفسي ولا مرض عقلي، هو كده شخصيه كده مختلفه بتتربى من الصغر على الاساس ده. يا اما بيكون الاب سيكوباتي او الام او حد في الاسره فبيتوارث، او يا اما هو بعض الافكار بتزرع في عقله كاب او كام، مثلا عايزين يربوا ابنهم على ان هو يكون شرس او قوي او كده، فبالتالي الموضوع بيزيد معاه، او مر بصدمه كبيره جدا في حياته، صدمات كتيره بدات تخليه ما عندوش قلب او مشاعر. طيب ايه هي الشخصيه السيكوباتيه دكتوره ديت؟ يعني اعرفها ازاي الشخص ده ازاي؟ هو انسان صعب. ايه اللي بيميزه عن غيره؟ لا هو انسان صعب جدا. اكتشفه ازاي ان هو الموضوع ده في الاطفال او في راجل، في شخص كبير؟ هو بيبتدي يبان من سن المراهقه، من 15 سنه لغايه 18 سنه. في حاجات بتميزه يعني؟ هو انسان ما عندوش قلب خالص، ما عندوش رحمه، ذكي جدا جدا جدا، ولكن هو بدون قلب، ما عندوش ضمير، يعني ممكن يعمل اي اذى سواء بالقول او بالفعل او اي اذى هو حوالين منه للاخرين، هو عايش بس عشان يؤذي الناس ويؤذيهم بصوره كبيره جدا، وما بيرجعش يندم او يشعر بتانيب الضمير او يشعر ان هو عمل حاجه غلط، ودايما يلوم على الاخرين، ما بيلومش على نفسه في اي شيء. تمام. زي ما بنسمع بيقول لك ان هو المريض النفسي ده ما بيتحاسبش، او مثلا لو مريض نفسي ولا الكلام ده كله ما بيعاقبش على الجرائم اللي هو بيرتكبها، ده فعلا؟ طب الشخصيه دي بيكون فعلا فاهم وعارف هو بيعمل ايه بالظبط، ولا ما يكونش في وعيه؟ طيب خلينا نقف عند الجزئيه دي شويه. هو في فرق كبير بين المريض النفسي والمريض، هي وجهه نظر عامه كل الناس فاكره ان هو ادام مريض نفسي يبقى خلاص مش ما يعرفش اي حاجه من اللي هو بيعملها، او مش ملتزم باللي هو بيعمله. لا، هو المرض النفسي بيقع تحت اطار، في ناس عندها بيجي لها امراض عصبيه، وامراض ناس بيجي لها امراض ذهنيه، الفرق بين الاثنين كبير.
المرض العصابي هو انسان شاعر بالواقع، شاعر باللي بيعمله، يقدر يتخذ قرار، يقدر يكون مسؤول عن حياته، مسؤول وواعي جدا هو بيعمل ايه بالظبط، عنده قدره على التواصل الاجتماعي مع الاخرين. لكن الانسان اللي عنده امراض ذهنيه ده بيكون خارج عن الواقع، بيبقى كيمياء المخ بتاعته او القشره الدماغيه بتاعته فيها مشكله وفيها لخبطه، فبالتالي هو ما بيبقاش واعي باللي بيعمله. فهنا ممكن ان هو ما يحاسبش المريض الذهاني زي مثلا امراض الفصام الفصام بتبقى معروفه ان هو خلاص مش بيبقى يعني في وعيه لو ارتكب جريمه او الكلام ده كله ما بقاش في وعيه. لكن المريض النفسي لا، هو عنده مرض عصابي، يعني هو المشكله كلها في نفسيته، في مشاعره، في كميه الاعصاب بتاعته، لكن هو مسؤول عن كل شيء ويحاسب. لو هو عمل جريمه قتل وهو يشخص بمرض عصابي فهو يحاسب ان هو مسؤول، هو عارف هو عمل ايه. مسؤول يعني معنى كلام حضرتك ان هو المريض الشخصي يتحاسب لو عمل جريمه قتل او قام بجريمه قتل؟ لو المريض ده مش مرض ذهاني، لو المريض ده مرض عصبي. تمام. وعلى فكره كمان انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. طيب ايه الفرق بين المرض الذهاني والمرض النفسي، ونعرف الفرق بينهم ازاي؟ ما انا قلت لحضرتك المرض النفسي هو مسؤول عن كل تصرفاته، هو واعي جدا وتتكلم معاه انسان عاقل ومتزن، بس هو عنده مشاكل نفسيه بيعاني منها. ولكن المريض الذهاني مش واعي، يعني ممكن يقول لك خرافات، يقول لك حد بيضطهدني، حد بيجري ورايا، انا عندي قدرات خارقه، انا مثلا المهدي المنتظر، انا كده حاجات كده كتير جدا. ده بيبقوا مرضى نفسيين مش بيتحاسبوا على اللي هم. لا ده كده هو لازم يحتاج علاج مستشفى ممكن، ولازم بقى محتاج لمراعيه كبيره جدا، وممكن وقتها لو هو عمل جريمه زي كده فعلا القانون ما يحاسبوش عليها ويبتدي يدخله مستشفى عشان يتعالج يعني. لكن الجريمه اللي احنا شفناها النهارده ديت اكيد ان هو يدبر الموضوع الاختطاف ويحتجزه لمده اسبوع، وفي الفتره دي كلها ما صعبش عليه ولا الكلام ده كله، ده اكيد يعني ما عندوش اي مرض ويكون شخصيه سيكوباتيه زي ما حضرتك بتقولي، ده ما عندوش قلب وما عندوش رحمه. لان حتى الشخصيه السيكوباتيه لما بتتطور بتبقى منها مجرم سيكوباتي. المجرم السيكوباتي ده حتى يعني معروف في علم الجريمه ان صعب جدا انك توصل له، انه ذكي جدا ما بيسيبش اثر للجريمه بتاعته خالص، بيعرف يدبرها كويس، وهو دايما عنده فكر ان انا ما فيش حد في الدنيا اذكى مني، ما فيش حد في الدنيا ممكن يعمل اللي انا بعمله. فبيستغل ذكائه في الشر للاسف يعني. بيطلع الطاقه اللي جواه دي كلها في الشر. طب اكتشف ازاي ان هو ده شخصي مريض هو نفسي؟ هو في الاول حضرتك بتشوفه سايكوباتي ولا مريض نفسي؟ لا مريض نفسي، ان هو سايكوباتي ده ان هو شرير ما عندوش رحمه زي ما حضرتك بتقولي. حضرتك بتلاقيه منمق جدا، شيك جدا، كلامه جميل قوي، ذكي جدا، يبهرك في الاول. لكن مع التصرفات هتلاقي ان هو دايما بيحاول عدائي، غير ان هو عدائي كمان هو مستغل نفسيا جدا، عنده قدره على الاستغلال النفسي او الابتزاز النفسي كبيره جدا، وتلاقي نفسك يعني وقعت تحت تاثيره، تلاقي نفسك مش عارف تتخلص من تاثيره بسهوله. عنده القدره ان هو يخليك تعمل اللي هو عايزه، يقدر يجذب اللي قدامه ويوصله ان هو يمشي وراه ويسمع الكلام اللي هو بيقوله عليه. طيب ما بيبانش غير من التعامل يعني من الاول كده، لا هتشوفه انسان طبيعي. طب ده علاجه ازاي يا دكتوره؟ نقدر نعالجه ازاي؟ ده بيخش مصحه ولا هو بيبقى ممكن يتعالج وهو في البيت؟ او ده شخصيه زي ده لما يكون ذكي جدا يعني اكيد هيحاول ان هو يتملص من العلاج، او هو مش هيعترف هو حابب الموضوع يعني، هو مش هيعترف ان هو مريض اساسا. هو طبعا اللي حوالين منه اللي بيعرفوا الاسره بتاعته او الناس المصاحبه ليه، فلو هو طلب العلاج ولجأ لكده هو طبعا محتاج علاج دوائي ومحتاج مستشفى احيانا، لان على حسب كمان تطور الحاله. تطور الحاله بتاعته. طيب دكتوره يعني الحاله اللي احنا شفناها النهارده ديت يعني صعب الواحد بيكلم، يعني صعب الواحد مش عارف لها توصيف، حضرتك سميها ايه؟ والله هو انا شايفه ان عوامل كتيره دخلت مع الانسان ده، ممكن يكون هو مر بمشاكل كتيره في حياته، وممكن يكون العامل الاقتصادي كمان مأثر على الموضوع، العامل الديني بعيد عن ربنا خالص، لان ما فيش انسان في الدنيا بيكون قريب من ربنا يقدر يعمل اللي هو عمله ده، ده لو هو فعلا اللي يعني ارتكب الجريمه واسباب القضاء. احنا بنتكلم ان هو هو مش على الشخص اللي هو المتهم بنفسه، احنا بنتكلم على الشخصيه عامه، القاتل نفسه ايا كان ده القضاء، موضوع ان هو القاتل او غيره، ده القضاء المصري هو اللي هيقدر يحكم ويقول ده القاتل او غيره، لكن احنا بنتكلم على القاتل نفسه اللي عمل الجريمه دي. هو حضرتك القاتل نفسه بيحاول يحمي نفسه بكل الطرق، يعني هو بيشوف ان هو ده حمايه لنفسه، يعني مثلا بعض الناس بيبقى عندها دافع مثلا حب التملك، يعني اول خالص ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الخلق او خلق سيدنا ادم، كانت اول حاجه ان وسوس، فوسوس له الشيطان، فجي وسوس له ان انت ليه ما تملكش الشجره دي؟ انت مالك كل ده فاضل دي؟ فهو دخله من الدخله دي، فهو الانسان دايما بيدخل بيمشي وراء اتباع الشيطان ووسوسته، انا ليه ما املكش كل حاجه؟ انا ليه ما يكونش عندي كل حاجه؟
فده ممكن يكون دافع. دافع تاني انا ليه ما اثبتش وجودي، دافع نفسي انا حاسس بالدنيا، حاسس ان اقل من غيري. دافع تالت انا عندي مشاكل في القلب، امراض القلوب دي بقى اقصى من الامراض النفسيه. امراض القلوب اللي هي الحقد والحسد والضغينه، انا باصص لغيري، انا شايف اللي عند غيري مش عندي، ليه انا مش بقاش عندي. مفيش رضا حضرتك، مفيش رضا، مفيش قناعه، مفيش انا الحمد لله، مفيش الحمد لله دي خالص عنده. فبالتالي هو بيحط لنفسه حواجز دايما كده، ويبتدي يجمعها يجمعها، ويلومش على نفسه خالص ان انا في مشكله. ليه؟ ايه المانع ان انا اتكلم بالحسنى؟ ايه المانع ان انا ابقى كويس؟ ايه المانع ان انا اراضي ده، احل مشاكلي كده؟ فبيجي في دماغه انه يجمع كل الاسباب دي قدامه، ويبتدي يقول الحل ان انا اخلص من فلان. تمام. طيب في نقطه الناس كلها بتخاف منها، ان هو ممكن يقول لك ايه لو ما شايف ان هو مريض نفسي او الكلام ده كله، يقول لك اتعالج. بيسمعوا كتير زي ما بيقول لك بقى، الناس بتحب التفت كتير زي ما بيقولوا الشعب المصري بتاعنا، الناس الغلابه، الناس اللي على قد حالهم، الناس اللي هو يعني ايه قاعدين، الناس الكبيره، جدي وجد حضرتك ووالدك، الناس الكبيره بيحبوا يقعدوا دول، يعني ما بيستشيروا الدكاتره، لا هم بيقول لك اسال مجرب زي ما بيقولوا. أيوه. يقولوا دايما ده العلاج النفسي ليه اثار سلبيه، بيبقى ليه ادمان، يعني ده مخدر، يقول لك ده مخدرات والواحد هيتعود عليه ومش هيقدر يبطله، ادمان. هل فعلا الكلام ده صحيح، ان هو بيبقى ليه العلاج النفسي بيبقى ليه اثار جانبيه او سلبيه على المريض؟ حضرتك دلوقتي يعني العلم تطور كثير، الناس اللي بيبقى عندها مشاكل نفسيه او ازمات نفسيه، في جلسات دلوقتي بتتعمل وعلاجات من غير ادويه خالص ممكن نعملها. لكن لو الحاله متطوره طبعا لازم ياخد علاج دوائي، لان انا كميه المخ عنده بيبقى فيها مشاكل، فبالتالي هو هيأذي نفسه وهيأذي الاخرين. لان هو المريض النفسي اللي بيوصل ان يوصل مرضه لمرض ذهاني، وكيمياء المخ عنده اتلخبطت، والجهاز العصبي المركزي عنده فيه مشاكل، فبالتالي هو طول الوقت بيعمل اسقاط على حوالين منه، بيضايق اللي حوالين منه، افكار، اوهام، هواجس، بيأذي كل اللي حوالين منه، وبالتالي اللي بيعيش معاه هو كمان بيتأذى نفسيا بسبب ان افكاره غريبه. يعني تلاقي انت لما تقعد تتكلم معاه تبقى مش عارف توصل لحل معاه في اي حاجه. هو بيهرب، اكيد بيهرب من اي موضوع. على حضرتك لما تسلطي عليه الكلام في موضوع وتبداي تتكلمي معاه يعني تزنقيه في حته كده، فلازم بيخترع اي حاجه ان هو يهرب منها، ما يديكيش رد او اجابه واضحه. أيوة. لكن هو بيدور على اي مبرر ان هو يطلع من الموضوع. ايوه، لكن حضرتك الاسره برضو لو هو بقى في الحاله دي، اسرته بتحاول تساعده انها توديه للدكتور. وهنا حتى حضرتك لو كان الاثار الجانبيه للادويه صعبه، ولكن هي هتكون اخف او اقل ضرر من المشاكل اللي ممكن هو يسببها لو فضل على الحاله اللي هو فيها. طيب الاكتئاب يا دكتوره، الاكتئاب ده ممكن يسبب القتل؟ ولا هو الاكتئاب ده يسبب ان هو ممكن يقتل نفسه؟ هو الاكتئاب ده بقى مرض العصر، يعني معظم الناس بقت بتمر بالاكتئاب، والاكتئاب برضو مراحل درجات، يعني مش هو قتل النفس دي بتبقى اخر مرحله في الاكتئاب. يعني الانسان يبتدي يشعر ان هو يعني بيتضايق، تعبان، حزين، بكى بدون اسباب، مش قادر يقوم بيومياته، بيأذي نفسه اكتر ما بيأذي الاخرين. لكن مريض الاكتئاب ما يتوصلش بيه ان هو ممكن يقتل غيره؟ لا، هو ممكن يقتل نفسه، يعني ممكن يتخلص من نفسه، لان هو سبب ان هو سبب المشاكل اللي او سبب الازمه اللي في الدنيا، ويبتدي يجي له افكار ان هو لما يتخلص من نفسه ده هيكون اريح ليه واريح للي حوالين منه. فده طبعا بس بيوصل ده بعد مراحل كتيره. يعني هو الموضوع بيبدا بايه؟ بازمه، وده تراكم 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 ازمات ورا بعض، فيبتدي يدخل في دور احباط، بعد الاحباط يدخل في اكتئاب، ويبتدي بقى الاكتئاب نفسه يبتدي يتفاقم ويزيد درجات درجات ورا بعض. فاحنا عشان كده بنقول للناس اول ما تلاقي نفسك في ازمه نفسيه لازم تحاول تلاقي مخرج ليها تحلها، ولو انت مش عارف تحل الازمات دي لازم تلجا لاستشاري عشان ما توصلش لدرجه انك توصل لاكتئاب، وتوصل لمرحله خطيره من الاكتئاب لافكار انتحاريه. طيب هل في مرض نفسي ان هو بيوصل بيبقى بدايه مرحله الاكتئاب، ولا هو الاكتئاب ده بيبقى مرحله لوحده بعيد عن الامراض النفسيه والكلام ده كله؟ هو حضرتك بقول لحضرتك كده، هي ازمات وتراكمات ممكن ما تبانش خالص، فجاه تلاقيه عنده المرض فجأة، لكن هي من الأول يعني ممكن تكون مزروعة من فترات تراكمات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وأزمات هو كان بيعديها، بيحاول يعيش، بيحاول يقف على رجله، بس ما عرفش يتكيف، ما قدرش يكون عنده المرونة الكافية للحياة، فيبتدي ينعزل وينسحب من الحياة ويمر بالاكتئاب. طيب نعمل إيه يا دكتورة عشان نحاول إن إحنا نقلل جرائم القتل، ونحاول المشاكل والجرائم اللي إحنا بقينا نسمع عليها كتير قوي اليومين دول؟ يعني أنا بتهيألي إن مفيش يوم بيعدي من غير ما نسمع جريمة واثنين وثلاثة وعشرة بنفس الطريقة أو طرق تانية مختلفة. يعني احنا كان معانا في حلقات قبل كده ان اشخاص بياخدوا الاطفال اللي هم شغالين على التوك توك عشان مبلغ بسيط من المال، ويقرر ان هو ينهي حياته. في ايه الطريقة اللي احنا نحاول نعالج بها الموضوع ده، ونحاول نقلل الجرائم دي؟ والله هو اول حاجة طبعا الرجال ربنا سبحانه وتعالى، لازم التربية من الصغر، بنوصي كل ام واب ازرع في ابنك حب الله سبحانه وتعالى، مش الخوف والرعب من ربنا.
ازرع في قلبه انه يحب ربنا ويتقيه ويبقى عايز يعمل كل حاجه ترضيه عشان هو بيحبه، مش عشان هو مرعوب منه، فبالتالي هو لو بعد عن اي حاجه يعمل اي حاجه غلط. مهم جدا ان انا اعلم ابني ازاي يتعامل مع الحياه، ازاي افهمه ان الحياه فيها خير وفيها شر، ولو في شر اتعامل معاه ازاي عشان ما ياخدش صدمات في حياته ويبتدي يدور على ملجا تاني يلجا ليه، او ينحرف انحراف بعيد عن الحياه، عن الطبيعي او عن ربنا سبحانه وتعالى خلقه. مهم جدا جدا التربيه الايجابيه السليمه، مهم جدا كمان ان احنا نبتدي يعني نقلل الطمع. يعني هو اكتر هتلاقي حضرتك اكتر الاسباب اللي بتوصل للقتل هي الطمع، سواء الطمع في مال او في بيت او في زوجه او في اولاد او في طيب اي حاجه. طيب دكتوره هنستكمل كلامنا بس هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. عرفني بقى بحضرتك. انا دكتور محمد العزب، استشاري جراحه الاورام النسائيه ورئيس الجمعيه المصريه للمنظار وعنق الرحم. الهدف من البروتوكول؟ الهدف من البروتوكول اللي احنا بنزود السكوب بتاعنا لحمايه السيدات من سرطانات الجهاز التناسلي. اول ما ابتدينا نتكلم عن سرطان عنق الرحم، ابتدينا النهارده الهدف من البروتوكول اللي هو استخدام الجينات لحمايه السيدات من سرطان المبيض وسرطان الرحم. طب ايه السبب اصلا اللي خلاكم تعملوا البروتوكول بتاع اليوم؟ لان في العالم كله بيستخدموا الجينز او الجينات يعني بمعنى اصح علشان يعرفوا السيده عرضه اصلا ان يجي لها السرطان ده ولا لا، وبالتالي سيدات مصر حقهم علينا ان احنا ندخل كل ما هو جديد بحيث ان احنا نقدر نحميهم من قصه السرطان. طب شايف ان المجتمع مساعدك في الحملات والحاجات اللي بتعملوها؟ طبعا في عليها اقبال، لما بننزل بنتكلم بنلاقي اقبال موجود بشكل كبير من السيدات. و يعني حتى لما جينا نمضي بروتوكول تعاون، قدرنا نمضي بروتوكول تعاون مع هيئه الرعايه الصحيه للتامين الصحي الشامل، وبشكر الدكتور احمد السبكي جدا طبعا على ان هو فتح لنا الباب اللي احنا نقدر نمضي معاه باسلوب زي ده لتدريب الاطباء، وبرضه نعمل فحص للسيدات مجانا. مضينا بروتوكول مع روتري مصر بحيث ان احنا نقدر نزود الوعي في كل محافظات مصر. مؤخرا مضينا مع وزاره الشباب والرياضه بحيث ان احنا نقدر نوعي الشباب عن قصه ان الوقايه خير من العلاج. ننسى ابدا وجود سيدات المجتمع معانا، لان هم اساس التوعيه. كل واحده من السيدات الموجوده هي تعتبر في حد ذاتها مناره لكل السيدات اللي حوالينا. عندنا حاجتين في الوسائط، الحاجه الاولى ان احنا نازلين معاه التامين الصحي الشامل، تدريج الاطباء ونشر وعي المعلومات الطبيه بالشكل الطبي اللي يعني بيناسب وضع الاطباء. في نفس الوقت بنهتم بهيئه التمريض لان هم اساس المنظومه الطبيه موجوده عندنا في الاردن، بنقدر ان احنا نديهم المعلومات دي بشكل كبير. وبننزل بعد كده عيادات بنكشف على السيدات كشف مجاني من الجمعيه والشركاء الكبار اللي موجودين. سنه احنا عندنا سنه، كل حته كل شهر احنا موجودين في حتتين في بلدين على الاقل، لان احنا عندنا 12 محافظه دي المرحله الاولى بتاعتنا، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نمشي. طب ماشي. طب عرفني بحضرتك. انا دكتور محمد حسن، امين صندوق الجمعيه المصريه لمنظار عنق الرحم، استشاري نساء والتوليد، وعضو الكليه الملكيه البريطانيه، وزميل البورد الاوروبي. طب ممكن تكلمنا عن البروتوكول بتاع النهارده؟ النهارده البروتوكول هو يعني شراكه ما بين الجمعيه المصريه لمنظار عنق الرحم وحملتها الكبيره في التوعيه باهميه الكشف المبكر عن السرطان عنق الرحم مخصوص وعن اذر. انا مهند مغازي، السي او بتاع معمل كولرز، معمل تحاليل الجينيه. طب كنت عايز اعرف الهدف من البروتوكول بتاع النهارده. هدف من البروتوكول النهارده هو ان احنا نزود التوعيه على صحه المراه والامراض السرطانيه. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير، وزي ما شفنا جانب من المؤتمر الطبي وقد ايه كان فيه خدمات طبية كتيرة جدا.
نرجع لضيفتنا الدكتوره ميرفت رجب، استشاري تربويه وصحه نفسيه. زي ما كنا بنتكلم يا دكتوره قبل التقرير قبل الفاصل، ايه هي ما نوع الامراض النفسيه اللي تخص الحاله بتاعه النهارده؟ هو بص حضرتك الموضوع ما ينفعش يكون فيه تعميم، لان طبعا هو لازم هيخضع لكشف طبي والدكتور هو اللي هيحدد اذا كان هو فعلا. لا انا مش بتكلم ان هو مريض نفسي بالفعل، لا ده انا بقول لحضرتك لو شخصيه زي ديت ايه هي الامراض النفسيه اللي ممكن يكون مصاب بيها او شخص زيه او زي الجرائم اللي ممكن نقول الامراض الذهنيه هي اكثر عرضه لارتكاب الجرائم او ارتكاب الاذى، مثلا زي مثلا شخصيه سيكوباتيه زي ما شرحنا، شخصية المصاب بالفصام. المصاب بالفصام طبعا ده اضطراب عقلي شديد الخطورة وشديد الأذى اللي حوالين منه لنفسه. ما اعتقدش ان شخص زي ده مصاب بالانفصام ان هو يقعد يعذب واحد لمدة اسبوع ويقطع اعصابه وفي الاخر انا بتكلم على عامة، لكن انا شايفة وجهة نظري الشخصية ان هو فيه سمات سيكوباتية. الله اعلم بقى هو سيكوباتي فعلا، هو سيكوباتي فعلا او هو مجرد سمات فعلا. بس يعني هو فعلا ما عندوش يعني مده الاسبوع ده ما صعبش عليه يعني في يوم، يعني انا مش عارفه هو ازاي تحمل يعني يسيبه يعني مثلا او يرحمه شويه اسبوع كامل بيعذبه ويقطع في صوابعه، ما صعبش عليه نهائي. لا وكمان يعني ده قعده اكيد محتجز وتلاقيه لا في اكل ولا شرب ولا حاجه، كان عذاب كبير جدا للراجل يعني. فواضح جدا ان هي شخصيه فيها سمات سيكوباتيه او تكون سيكوباتيه فعلا يعني، لان هو العذاب ده من اهم سماتها ومن اهم صفاتها. العذاب والالم هو بيتلذذ في عذاب الاخرين، بيتلذذ بالالم، بيحس انه مبسوط جدا. ده اكيد يعني اكيد شخص ده مش ده مش عاقل. لا 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 استحاله يكون شخص في قلبه لو ذره رحمه ان هو يعمل اي كده. ده الواحد لو في بني ادم بيعذب في حيوان مش انسان زيه ولا بني ادم زيه، ان هو يعني يجي عليه وقت كده ان هو يسيبه. لو قعد مربي قطه او مربي لمؤاخذة كلب ان هو يقعده اسبوع من غير اكل او شرب او بيعذب فيه، ده كده يصعب عليه. ده لو طير حتى حبسه من غير اكل ده لازم يصعب عليه في وقت. لكن بني ادم زي ده ما عندوش رحمه، لا ما عندوش قلب، ما عندوش قلب قسوه شديده جدا. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال ان دخلت امراه النار لانها عذبت هره، يعني في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فيه. فانت ما بالك لو انسان كامل بيتعذب بالشكل ده، يعني الموضوع مش سهل ولا هين خالص. بس طبعا احنا مش عاوزين الناس يعني تنزعج وتخاف جدا من ان ممكن يكون الموضوع ده منتشر. هي اكيد حالات فرديه مش اكتر، لان طبعا اكيد مجتمعنا زي ما فيه الايجابي فيه السلبي وفيه وجهات ايجابيه. حضرتك جبت نماذج ايجابيه جميله جدا النهارده للشخص اللي ضحى بنفسه. ده اكيد ده في يعني المجتمع بتاعنا ان فيه الايجابي وفيه السلبي، وبنتمنى ان دائما كل الناس يعني تبص للناحيه الايجابيه وتعمل أكيد زيها. اكيد يعني اكيد. طيب احنا معانا تقرير، معانا حلقه انسانيه، هنطلع نبص على التقرير ونرجع تاني ان شاء الله. هادي ابو عزيزي، مشكلتي كانت الدوز يعني حداد وده هوا، وده من ساعه الكورونا وكنا واخدين فلوس من البنك، وراحت من ساعة الكورونا بدأ خسرت معانا الفلوس ودوزي على دي تعب وده هو. وانا كنت مدوزة بيت واخدة اجهزة يعني كهربائية وده هو، واخدين علي يعني شيكات وفلوس وعايزة حد يعني يسددها يعني وده هو. ما معناش والبيت برضو بيتنا ما خدوه مني وده، وسايب عيالي في البلد وبنتي تعبانة في البلد وسايب عيالي مع أختهم وأختهم تعبت في المستشفى، وأنا عيالي سايباهم كل حي في شقة ودوزي تعبان. يا رب يا رب عاوزة حد بس يساعدني يكون من أجل الخير بس يساعدني كل حي شكاوى عيالي تعبانهم. أنا مش الليل والله والله ما أنا من الليل عشانهم. يا رب يا رب هم معناش دوزي تعبان ومعيش حد يديني الود ولا ماليش حد ربنا، بس عايز حد بس يساعدني ولا قدم الخير يبقى ربنا يكرمهم يديهم كتير للدين يا رب. وفلوس برضو بتاعت اجهزه بتاع البت واخداها برضو، واخدين علي شيكات وقدها، وعايز حد يعني يسدد لي. شكرا لكم اعزائي المشاهدين من داخل الاسمرات، كانت معكم لطيفه دومر برنامج قضايا واحداث. زي ما شفنا في التقرير حاله انسانيه، اقول لكم على التفاصيل بتاعتها دلوقتي. ان الموضوع باختصار جوزها كان واخد قرض او واخد سلفه مبلغ من المال عشان يفتح ورشه،
وان هو يجهز بنته الكبيره للزواج. دخل موضوع فيروس كورونا وبدا الحال بتاعه يقف، والوضع بلد كلها تعثرت ماديا، بدا الموضوع ياثر عليه بالسلب، ان هو ما بقاش مش قادر يدفع الاقساط ويسدد القرض بتاعه، فجه البنك وحجز على بيته وحجز على الورشه اللي بياكل منها عيش. لما حصل معاه الموضوع ده وطلع يعني انطرد في الشارع، بقاش عنده بيت، عنده 4 بنات، بقاش عنده شغل مصدر للرزق، أصيب بجلطة، تعب نفسيا جسمانيا. هو دلوقتي موجود في مستشفى القصر العيني، لا حول له ولا قوة. مراته سابت أولادها عند أختهم الكبيرة اللي هي كانت واخدة الفلوس وماضية على شيكات عشان إن هي تربيهم أو تخلي بالهم منها، لأنها هي قاعدة جنب جوزها، جوزها موجود في المستشفى فمش هينفع إنها تسيبه، لازم تكون جنب منه لو احتاجوا حاجة. قاعدة عند قرايبها في القاهرة، بتبص من الحين للآخر كل يوم لازم تروح تبص عليه، تطمن عليه، تشوف هو إيه وضعه. ده كل الموضوع بالتفصيل. فبينشدوا وبيستغيثهم لأصحاب القلوب الرحيمة إن أي حد يقدر يساعدهم بأي جزء بأي مبلغ اللي ربنا يقدره عليه. كان رقم التليفون بتاع الحالة نفسها اللي كان موجود على الشاشة في التقرير. ياريت أصحاب القلوب الرحيمة، ياريت أي حد يقدر يساعد، الرقم موجود على الشاشة قدامكم. ياريت لو حد يقدر يساعد بأي حاجة يتواصل مع الحالة شخصيا. ده رقم الحالة، وله الأجر والصواب عند ربنا. دكتورة، عايزين يعني مثلا الموضوع زي ما احنا شايفين حالة الواحد، يعني شوف حالات كتيرة جدا الوضع، لكن في حالات بتبقى الواحد مش قادر يتكلم عنها، زي ما شفتي الست دي والظروف اللي هي فيها. هل الظروف دي ممكن تأثر على الأطفال أو تأثر على الست دي نفسيا؟ أكيد طبعا. أكيد ظروف إن هي حتى المكان اللي كانت عايشة فيه، الأمان اللي كانت شعرها بيه بدأ ينسحب من بساط من تحت قدميها. لا ده هي دلوقتي يعتبر يعني كانت عايشة وما بقتش عايشة حاليا، لأن لا بقى فيه بيت ولا بقى فيه زوج، يعتبر أيوة. الزوج خلاص لا حول له ولا قوة. نعم. ربنا العالم بيه، هو موجود في المستشفى، فخلاص يعتبر كل حاجة ضاعت منها، صحيت من النوم ما لقتش كل حاجة، حياتها انتهت بالنسبة لها لحد كده. ولا شك انه ابتلاء شديد جدا، يعني ربنا يكون في عونهم ويتولاهم يعني ويشفي زوجها، ولكن طبعا اكيد ان ده هيأثر على نفسيا وهيخليها طبعا في حاله سيئه جدا، مود مزاجي سيء، بكى، حزن، الم، ربنا يعينها ويصبرها على اللي فيه طبعا. يعني وظروف الكورونا كمان يعني ضربت في الاقتصاد كتير جدا، او اساءت لاستخدام الناس لحالاتهم، يعني بيبتدوا يتعاملوا الناس على اساس ان انا زي ما انا، لا يعني ظروف الكورونا مخليه الاقتصاد في كل العالم في مشكلة. فإحنا المفروض دلوقتي، يعني أنا ليا رأي شخصي في الموضوع ده، إن إحنا نبتدي نقلل من احتياجاتنا ومصاريفنا على قد ما نقدر، نقتصد علشان نقدر نتوافى مع الظروف المعيشية اللي إحنا نقدر إن إحنا نتوافى مع العصر اللي إحنا فيه أو مع الوقت اللي إحنا فيه، ما يكونش فيه أزمة، ما نبقاش عايشين النهاردة في حالة بذخ. نعم. ونيجي في وقت إن إحنا نقف على المال، نقف على الموضوع يبقى فيه أزمة مالية، أو بالنسبة للديون دلوقتي في الناس كلها بتقول لك إيه، عيشنا النهاردة وحين النهاردة وموتنا بكرة، لكن الموضوع لازم يكون فيه ترتيب ولازم يكون فيه خطة. التوسط يعني احنا والاقتصاد. مش هنكون ان احنا نقول الناس ونحاول يعني ان احنا كلنا نساعد بعضنا، لازم يكون في طبعا لازم يكون في مساعده ولازم يكون في اقتصاد. كمان في مشكله، الناس لغايه النهارده رغم الظروف اللي احنا بنمر بيها الاقتصاديه شايفين ان مصاريف الزواج لازم تكون هي هي. طب ليه احنا ما نقللش من مصاريف الزواج شويه عشان الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد؟
وليه ما نوصلش؟ لان حضرتك انت قلت ان هو عملوا القرض علشان الورشه وعلشان عشان يزوج بنته. فلو احنا اقتصدنا شويه بالموضوع ده كان ممكن هو يقلل من القرض ده، او كان ممكن ما يقترضش اساسا، فبالتالي هو يقدر يتعايش مع الموضوع ده. يعني كل اب وكل ام يتعاونوا مع بعض، اللي يقدروا يجيبوه يجيبوه، اللي ما يقدروش يجيبوه مش مشكله، المهم ان اولادهم يكونوا اسره ويكونوا بيت بابسط الاشياء وعلى قد ما يقدروا. ومش لازم يعني لازم نتخلى بقى عن الحاجات اللي احنا كنا متعودين نجيبها في حياتنا، ولازم نجيب العروسه كذا والعريس كذا. لا ده بقى مشكله كبيره يا دكتور. دلوقتي بقت كل الناس بتبص ان هي عايزه تعمل وتعمل وتعمل حاجات كتير جدا ما بيبقى لهاش لازمه، ويقول لك عادات وتقاليد. لكن هو الموضوع في البدايه ان هو ما كانش اندين عشان عشان يجهز بنته، لا ده هو كان دين اقترض عشان يفتح باب رزق ان هو يقدر ياكل منه عيش ويجهز منه بنته. لكن الموضوع لما دخل اندين عشان يفتح باب رزق ومفيش شغل، فقرر ان مراته كمان تندين عشان ان هي تجهز بنتها، فبقى الموضوع بالنسبه لهم صعب جدا. الزوج ما قدرش يستحمل، جات له جلطه فبقى في المستشفى. الحزن، الحزن بيأثر على الاجهزه. حضرتك الحاله النفسيه اساسا بتأثر على كل أجهزة الجسم، يعني ابتداء من أول الأعصاب، العظام، الأسنان، القلب، الكلى. فممكن يجي الإنسان فعلا يحزن، يجيله جلطة مش بس كده، ده ممكن يحزن يقوم اللهم عافينا يموت فيها. يعني الحزن صعب جدا، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعاذ من الحزن. فلازم ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نحط نفسنا دايما يعني سقف توقعات قليل في الحياة، يعني دايما نخلي سقف توقعاتنا في الله عز وجل هو اللي عالي. عند ربنا بالله كل حاجه موجوده، لكن عند الناس والحياه لازم نحط دايما نفسنا خطط ان ممكن يحصل كذا، وممكن يحصل دروب في كذا، مشكله في كذا. فانا لازم احط لنفسي خطه بديله، وابتدي امرر نفسي على اني اكون انسان عندي القدره ان اتحمل الازمات والمشاكل، واكون صلب واقف، اقف على رجلي. حتى لو حزنت ما سيبش الحزن ياثر عليا، يعني بسرعه اتكيف مع الامر واحاول افكر في حلول للمشكله اللي انا فيها عشان اخرج منها. لكن اسيب مشوش الحزن يسيطر عليا لدرجه ان هو جاله جلطه وحصل له كذا. هو طبعا ما يكون في عونه، الصدمه كانت كبيره فعلا، مش في ايده حاجه يعملها. هو يعني ربنا يعينه على اللي هو فيه. لما يلاقي الدنيا كلها وقفت قدامه، والله نسال يعني اي حد يكون سامعنا دلوقتي يقدر يساعده، يا ريت. يا رب احنا ان شاء الله نسال الله فعلا ان ربنا يكرمهم ويشفيه الاول، ان هو يقدر لو هيشتغل يوم ويقعد يوم بس، ان هو يقدر يصرف ياكل عياله ويكون جنبهم، حتى لو هيشتغل باليوميه بس يكون جنبهم، عشان اربع بنات حمل كبير جدا. أكيد على أكيد. واحد سليم، ما بالك بقى ان ده شخص مريض. حضرتك ممكن تقولي للناس، عايزين رساله من حضرتك تقولي للناس فيها ان احنا نقدر الحالات اللي زي ديت ان احنا نقدر نقف جنبها ونساعدها. والله في ناس كثيره جدا ربنا سبحانه وتعالى كرمها بوفير من المال. لو تقدر انت تساعد بزكاه مالك او بصدقه، ده شيء جميل جدا طبعا في ميزان حسناتك، وقد ايه انت هتشوف هتفرح قلب اسره كامله تقدر تقف انها تسد دينها وانها تقف على رجليها. يكفي انها احساس الالم الشديد جدا بالدين، الدين ده شيء صعب جدا. فلو تقدر تفك كرب الناس دي والغريمين من الناس اللي ليهم الزكاه، فاي حد يقدر وعنده ربنا رزقه بمال وفير فيبتدي يساعد، فاكيد ربنا هيجزيه خير، واكيد هيكون ده سبل من سبل السعاده ليه، يعني باب من ابواب السعاده اللي هتتفتح له في الدنيا وفي الاخره. يعني في الدنيا وفي الاخره يعني. دكتوره، الواحد بصراحه الحالات اللي بقينا نشوفها بقى الموضوع صعب جدا، لكن جرائم قتل، حالات انسانيه كتير جدا في الموضوع ده كله. الموضوع محتاج رحمه سواء في القتل او في الحالات الانسانيه. نعم. محتاج ان احنا نقرب من ربنا كتير، محتاج ان احنا نشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي، نشوف نحاول ان يا ريت اللي معاه يساعد اللي معهوش، نقف جنب بعضنا، الاخ جنب اخوه، الجار لجاره. في مبادرات كتير بتتعمل في قرى في الارياف، وفي حاجات كتير بتتعمل ناس بسيطه بتعملها، ان هم بيقدروا ان هم في مبادره انا سمعت عنها مبسوط جدا، حاجه شخصيه فعلا انبسطت منها، ان هم في قريه في الارياف عاملين كل صلاه جمعه كل شخص بيدفع جنيه، رقم مش كبير، جنيه. ايوه. فانت لو اديته لطفل دلوقتي مش هيقتنع بيه، الطفل لا. بيبقى عنده 3 سنين و4 سنين تيجي تديله جنيه ما يقتنعش بيه، بس عاملينه ان هو كل واحد ورايح يصلي يوم الجمعه بيحط الجنيه ده في صندوق، عاملينه لاهل القريه، الناس اللي هم محتاجين، الناس الغلابه تقدر ان هو ساعتهم. يعني لو قلنا القريه فيها مثلا 1000 واحد 2000 شخص،
لو كل جمعة قدرنا ان احنا نجمع 2000 جنيه هنقدر 4 أيام في الأسبوع بنقدر نساعد الناس دي. بتبقى في ناس محتاجة ولو 100 جنيه، واقفة على علاج عشان 100 جنيه. ده شخص اللي عمل المبادرة دي، عايزين برضو نسمع كلمتين نشوف تفكيره ده أو رأي حضرتك فيه من الجانب الإيجابي. سؤال هنختم بيه حلقتنا النهاردة، يعني حضرتك ممكن توجهي له كلمة تقولي له إيه شخص زي ده؟ هو طبعا فكرته جميلة جدا وإيجابية جدا إن هو يفكر في حاجة زي كده، مش هتكلف أي حد أي حاجة، لكن في نفس الوقت هو هيجمع مبلغ معقول يقدر يساعد بيه أي إنسان يكون محتاج. فليه لأ إن احنا كل واحد فينا يفكر في فكرة كويسة يقدر ينفع بيها اللي حوالين منه، وأقرب مننا ممكن يكون الجار محتاج لحاجة، الناس اللي أقربونا أولى بالمعروف، قرايبنا نفسهم ندور فيهم، ليه لأ ما حدش يقدر يساعد بحاجة بسيطة زي كده، ولو حتى يعني بملابسه المستعملة بالفائض منه، ولو يعمل حصالة في البيت يحط فيها حتى كل أسبوع فكرة الجنيه دي أو كل يوم فكرة الجنيه. تمام يا دكتور، وآخر حاجة هقولها واخر كلمه هقولها في نهايه حلقتنا النهارده، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخي. وصلنا هنا لنهايه حلقتنا النهارده، وقبل ما اختم حلقتنا بشكر الدكتوره ميرفت رجب استشاري تربيه وصحه نفسيه، انها شرفتنا النهارده وكنا سعداء جدا بوجودها معانا. ومنساش جدا والله جدا جدا احنا اسعد دكتوره. ومنساش الشكر لزميلتي الاعلاميه دينا حمدي من داخل المملكه العربيه السعوديه على الخبر السعيد اللي هي بشرتنا بيه النهارده. كل الشكر للضيوف النهارده ولزمايلي اللي موجودين في البرنامج. والى هنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من برنامج قضايا واحداث، واستنونا في حلقه مميزه جدا الثلاثاء القادم، قضايا واحداث.